استاذ قادر الحجار صاحب فكره ومؤسس حمله نورت مصر. في البدايه كلمنا عن الحمله ونشاطها. هو حضرتك بعد ثوره 25 يناير كنا مجموعه من الشباب بنفكر ايه اللي ممكن نقدر نقدمه لمصر او نقدر نعمله من اجل مصر او دعم الاقتصاد المصري. ففكرت في فكره ان احنا ممكن نقيم مجموعه من الحفلات تحت مسمى نورت مصر لدعم خطط وزاره السياحه المصريه ولجلب السياحه العربيه والاوروبيه داخل مصر. فاقمنا اول حفله كانت لينا يوم 25/4 واحيتها النجمه هيفاء وهبي في ابو ظبي. ده كان اول حفل احنا اقمناه في ابو ظبي تحت شعار الحمله. لكن بسبب الظروف السياسيه اللي كانت بتشهدها مصر في الفتره الماضيه توقفت الحمله. وبعد ثوره 30 يونيو اللي احنا كلنا شاركنا فيها ومصر كلها شاركت فيها واستطاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي ان يتخذ قرارا جريئا بانقاذ مصر واعادتها الى المسار الطبيعي ليها وعوده مصر بدورها الطبيعي في الوطن العربي والعالم. ده شجعنا ان احنا نقيم او نعيد انطلاق حمله نورت مصر مره اخرى. وهناك تفاوض ما بيننا وبين القريه العالميه لاقامه ثلاث حفلات هناك. وهناك اكثر من حفل سيتم انطلاقه من في الغردقه وشرم الشيخ وراس غارب. كل هذه الحفلات بنعملها اولا احنا بنقيم حفلات داخل مصر بنقول فيها ان مصر بخير، ان مصر هي واحه للامن والامان، هي مصر واحه للاستقرار، وان ما تبثه بعض القنوات الحاقده او الرافضه لاستقرار مصر بنكذبها من خلال هذه الحفلات. بنقيم حفلات خارج مصر ده لجلب السياحه العربيه والعالميه الى مصر مره اخرى. احنا لنشر دعوه ان مصر بلد امان وان انت بتحاول تجمع السياحه الخارجيه ان هي ترجع مصر تاني. بنكون بنقيم حفلات خارجيا احنا بندعو اصحاب البلد اللي احنا فيها لزياره مصر. لكن انت لما بتقيم حفله هنا داخل مصر بتقول ان مصر مستقره، ان مصر واحد امن وامان زي ما احنا كلنا عارفين، وان ما تبصه بعض القنوات المغرضه ان هي كاذبه فيه. وان كانت المحطه الاولى بتاعتنا كانت ابو ظبي والمحطه الثانيه هتكون دبي. بعد كده هناك حفلات اخرى في البحرين وفي الكويت وبعد كده سننطلق في دول اوروبا. لو اسال حضرتك عن تمويل الحمله او الانكامينج اللي جاي من الحفلات ديت، ده هل هيتوجه للاقتصاد المصري ولا يعني تحديده ايه؟ هو بعد انطلاق الحمله الاولانيه او الحفل الاول اللي هو يوم 25/4 ده كانت تحملته جريده الجمهوريه واحدى شركات ابو ظبي. رغم ان الحفله ما حققتش عائد بل ان هو كلفت مصاريف كتيره، لكن تحمست معايا جريده الجمهوريه لهذا الموقف وشركه من ابو ظبي وتحملوا جمع كافه النفقات اللي تم اصرافها. هذه النوعيه من الحفلات ما بتجيبش دخل كمان هو متوقع، لان انت عندك مصاريف طيران، عندك مصاريف اقامه، عندك العديد من المصاريف الدعايه ان انت بتعملها للحفله. والحفله كانت الاولانيه اقيمت تحت رعايه وزاره السياحه، وان احنا بنامل في الفتره الجايه ان هي تدعمنا اكتر بسبب ان احنا نقدر نعمل مجموعه من الحفلات الثانيه. الحمله بعد انطلاقها تشجع معانا الاستاذ احمد امين رئيس جبهه استقرار مصر وحمل على عاتقه تسويق هذه الحفلات خارجيا. وهناك دعم سيتم في صندوق حملة نورت مصر من خلال مجهودات الأستاذ أحمد أمين اللي هو سافر للسعودية وسافر للإمارات وسافر لمجموعة من الدول لدعم هذه الحملة. احنا فكرنا فكرة ان احنا نعمل ان هو الدخل اللي هيجي من هذه الحملة فيما بعد ان شاء الله ان هناك اكثر من براءة اختراع موجودة في مصر لا تلاقي اهتمام من الدولة بسبب ضعف الميزانية اللي موجودة. فقلنا ان احنا نعمل دعم لهذه المشروعات لانطلاقها في مصر، ان احنا نعمل دعم لهذه براءات الاختراع وتنزل الى حيز التنفيذ. استاذ قادري نورتنا في اخبار اليوم زي ما حملتك نورت مصر.
الله يخليك فندم، بشكر حضرتك وبشكر أخبار اليوم وبشكر الإعلام بشكل خاص، لأن هو الداعم الحقيقي وراء انطلاق ونجاح أي حملة في مصر. شكرا سعد. شكرا لحضرتك فندم.